السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الثالثة العملية، واللي هي تقابل المحاضرة النظري الثالثة. ببساطة، أهم جزء عندي أنا قلت لكم بالأركتالوج هو خلق شيب فايل. يعني أنت تريد تشتغل على منطقة معينة، فشون تقدر مثلا تخلق هذا الشيب فايل. تروح تريد تشتغله مثلا بداخل ملف سامرة، او تريد تشتغله بداخل العراق، او تريد يعني هاي فولدرات، او تريد تشتغله مثلا هنا على النيو ديسكتوب، على البيكتشر، وين ما تريد. مثلا خلينا نقول سامرة هذا الملف بهاي الملفات. اريد اخلق ملف جديد شيب فايل من نوع مثلا بوينت، يحدد مواقع معينه على منطقه الدراسه. كليك يمين على الفولدر واروح على نيو، وبعدين اروح على شيب فايل. هاي تظهر لي هاي القائمه اللي قلت لكم عليها. بالبدايه اسميه مثلا هاي النقاط، خلينا نسميها تشيك بوينت. تشيك بوينت نقاط السيطرات، مثلا نوع الفيتشر هنا اذا تفتحوا بوليجون بولي بوينت بولي لاين بوليجون، وهذا اللي قلت لكم عليكم مالتي بوينت ومالتي باتش. فاحنا مثلا ناخذ بوينت هنا، لاحظ انه الكوردينيت سيستم غير معرف. هنا شو اسوي؟ اروح على الاديت، حينطيني خيارات التعريف. خلينا نقول احنا ناخذ جيوغرافيك الاول، وطبعا نروح على الوورد و دبليو جي اس 84. نقول له اوكي، شوف صارتنا المعرف الكوردينيت سيستم. اقول له يس. انخلق عندي ملف اسمه تشيك بوينت. هيانا تشوفون العلامه مالته نقاط. هذا بينما مرود انا مسوي خطوط. ليش؟ لان الطرق عاده تستخدم لها خطوط، بينما المواقع تستخدم لها نقاط. اذا بحيرات تستخدم لها مساحه. ليش؟ لأن البحيرة مو نقطة، البحيرة عبارة عن منطقة. الشوارع عبارة عن خطوط وليست مناطق مساحات. فبالتالي أنه اختيار الملف والشيب فايل يعتمد حسب نوع البيانات اللي أنت تريد تخزنها به. طبعا هنا إذا احنا خلقنا شيب فايل وعرفنا الكوردينيت سيستم مالته، بالإضافة إلى أنه إحنا نقدر نسوي تعديل على يعني افرضوا أنه كملنا الشغل على هذا الشيب فايل وخلينا البيانات واشتغلناها بالأرت ماب. من نجي نريد نحدث فيها، فقط تضغط يمين على الملف وتقول له Properties، وورا ما تروح على Properties طبعا هنا تروح على الفيلد على الحقول وتحدثها، تقول له هذا شنو نوعه. مثلا كل واحد من الملفات نوعه مثلا Object، الID مالته شو تريده، Long Integer، Short Integer، Double Text إلى آخره. مثلا هو عادة Short Integer. ليش Short Integer؟ لأن هو الID 0 1 2 3 4 5 إلى آخره، أو 1 2 3 4 5 إلى آخره. والObject ID نشوفه Fixed، هو مسوي وShape File Fixed اللي هو Geometry منطي قيمة واحدة بس. أقدر يعني احدثها بهالشكل، والكوردينيت سيستم ايضا اقدر احدثها منه، انه تختار اذا تريد البروجكشن وتروح تحوله يو تي ام، او تبقيه على ما هو عليه اذا كان معرف، او تقدر تغير تعريفه. بالاخير تقول له اوكي، تظهر تتغير كل البيانات الموجوده به. شكرا جزيلا. انتهى في هذه المرحله الارك كتالوج.